مدينتي تورية، تنسكن في الحي المحمدي، المعاناة تنعاني منهم رجلية، رجلية ما عرفتش اش مرض فيهم، ما تنقدرش نزيد، الدم بحال ما تيدورش فيهم، درت الراميد مشيت لموريزكو، الراميد ما دار ليا والو حدهم، دار ليا ديك الدخله ديال الباب الخلاص، قلت لهم ديروا لي الراديو رجليا تعطيوني الصداع، العظم ديالهم تعطيني الصداع، قال لك الراديو ما كاينش خاسر، تدات المرض وانت نرجع على قبل الراديو، باقي هذاك الراديو ما تصاوبش، انا ريحت ما قدرتش مازال نزيد، دابا رجلي عاطيني الصداع. شحال كنتي تعيشي بهاد المعاناه؟ دابا عام وشي حاجه وانا تنعاني بهاد الرجلين هادو، بهاد رجليه. الاستقبال ديال السبيطار كيفاش كان؟ الاستقبال ديال السبيطار ما كاين لا راديو لا والو، داك الرميد صالح غير الخلاص صافي، ما تيعطيو فيه الدواء، ما تيعطيو فيه والو. انا بالدواء ديال القلب ديالي تنهبط تنطلب باش نشري من الفرماسيان، ما تيعطيوش بالسبيطار صافي. هادشي اللي كاين. اشنو طلبوا منك السبيطار؟ اش طلبوا مني؟ طلبوا مني قال لك ندير التحاليل، خرجوا لي التحاليل، قال لك ديريهم على برا، قلت لهم ديرهم لي انا، راه عندي الرامد، قال لك ديرهم على برا. ملي مشيت ساومت التحاليل على برا لقيتهم 3000 درهم غاليين علي، انا ما عندي حتى باش نتعشى، عاد خلصت علي ب 3000 درهم. بالنسبه للكرا والسكن؟ والكرا مجموع عليا، وتنمد يديا باش ناكل، واللي بقى تنشريه الدواء ديال القلب، ودابا تنطلب من المحسنين يشوفوا لي رجليا، لا خطاوني رجلي مشيت، شوفوا لي رجليا، أنا مزوقة فيكم، والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله يخليه لينا، والمحسنين، وشوفوا لي رجلي ودواوها ليا، راني تنموت، مول الدار قال لك خلصني شهر بشهرين، وغادي ولا خرجي عليا، مول الكراج مجموع عليا. الرسالة ديالك؟ ولا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا تنطلب منكم المحسنين داويلي لي رجليا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.